نسال طبعا الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق. حاج محمد طبعا بنرحب بك في البدايه، وكيف ترى الصوره من الخارج؟ يمكن المشهد لما بتشوفه من الخارج بتقدر تحط كده استراتيجيه للشكل العام، شايف المنظر من بره ماشي ازاي والرياضه المصريه رايحه على اتجاه؟ عجبني يعني، انا شايف الصوره فيها ضباب جامد جدا، فيها عدم فهم. انا بتكلم عن نفسي، مش فاهم حاجه، مش يعني في تخبط جامد جدا في في عوريه جامده جدا موجوده، مش قادرين نستوعبها، مش عارفين الدنيا اللي جايه دي ماشي هتمشي على يعني على انهي اساس. كل يوم بيحصل تعديل، كل يوم بيحصل تعديل. ندعو ربنا ان ربنا ان شاء الله باذن الله يولي الاصلح في الفتره اللي جايه بالنسبه للنادينا هنا، والجمعيه العموميه تختار مجلس اداره يقدر ينهض بالنادي في وسط الظروف الصعبه اللي هيقابلها. الصوره داخل الجمعيات العموميه مرحله على فين؟ هل الجمعيات العموميه مستوعبه الاحداث اللي بتحصل، ولا الناس لسه مش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لان اصل الناس دي هي اللي بتدي القرار، هي اللي بتصوت، هي اللي بتحط الصوت، فالجمعيات العموميه هي المفروض اللي تكون فاهمه ومستوعبه الاحداث. هل وحضرتك بتبقى موجود في النادي وبتشوف الاعضاء وبيقعدوا مع بعض، يعني الناس مستوعبه اللي بيحصل، ولا لسه الناس مش فاهمه ان في انتخابات قادمه؟ بالتاكيد ممكن لو الناس مش مستوعبه ممكن تطلع نتائج مش سليمه، ممكن الناس ما تبقاش فاهمه في كم واحد في 32، كم واحد في 42. هل الناس استوعبت اللائحه ديت، ولا لسه مش مستوعبه؟ زي ما حضرتك بتقول ان هم يستوعبوا، ان هم يستوعبوا الموضوع ده، الموضوع جديد عليهم وجاي قبل انتخابات فتره قليله جدا، فبرضه مفيش تصور خالص ايه اللي هيتم، وايه اللي هيتم الاربع سنين جايين، والاختيار اللي انت حصرته لي في وسط اعمار زمنيه معينه، ودي مش سابقه، ملهاش قبل كده سابقه قبل كده، يعني حاجه سنه ملهاش قبل كده سابقه. ففي تخبط جامد، وفي عالم فهم، وفي يقين ان هو ممكن الكلام ده يتلغي، ما بين انه يتلغي ما بين انه هيطبق. برضو الناس في، انا بقول لك في يعني انتربشن، في يعني انزعاج كده عند الناس، مش عارفين ايه داخلين على ايه وايه اللي جاي بالنسبه لناديهم. والنادي الاهلي ده بالنسبه لنا مش نادي، مش كوره، النادي الاهلي ده بيتنا، النادي الاهلي حياتنا، النادي الاهلي جوانا، فالواحد بيخاف عليه زيه زي اهله وزي اولاده. فدي يعني ده انا بتكلم على المدينه اللي انا عايش فيه، فعشان كده في حاله عدم انسجام، او في حاله عدم وساطه، في حاله ضباب في الوسط. شكرا يا محمد.